الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل ما علمتنا وما تعلمنا حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واجعلنا من أهل القرآن الكريم، أهلك وخاصتك. وبعد، في المقطع الأخير من سورة عما يتساءلون، سورة النبأ، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن بين مآل المتقين: إن للمتقين مفازا، ثم قال: جزاء من ربك عطاء حسابا. بدأ يظهر لنا بعض مظاهر العظمة والهيبة والجلال في ذلك اليوم. جزاء من ربك عطاء حسابا، ربي، ربك هو رب السماوات والأرض وما بينهما، الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن ربي، وفيها ثلاث قراءات. القراءة الأولى: ربي السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. ربي بالجر والرحمن بالجر، وهناك قراءة كلاهما بالرفع: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وهناك قراءة الأولى بالكسر والجر، والثانية بالرفع: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وثلاث قراءات متواترة، وكلها فصيحة في اللغة العربية. فعلى الأولى: ربي الرحمن، كلاهما مضاف في موقع جر. وعلى الثانية: ربي مضاف، الرحمن إما مبتدأ وإما خبر فرفعت. وعلى رب والرحمن كلاهما مبتدأ، أو الأول مبتدأ والثاني معطوف عليه. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه صفات عظمة وجلال، وصفات ربوبية وقهر. لما ختم ثواب المؤمنين فقال: جزاء من ربك عطاء حسابا. من ربك؟ ربك رب السماوات والأرض وما بينهما، الرحمن لا يملكون منه خطابا. بدأت السورة بتساؤل، ثم ببيان قدرة الله عز وجل، ثم تذكير بيوم الفصل وما فيه من جزاء الكفار وجزاء المتقين، وختمت ببيان عظمة الله عز وجل، وكيف ستنعكس هذه العظمة هيبة على كل الخلائق. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون كلهم منه خطابا، لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. هذه تفسير لا يملكون منه
خطابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب. ونلاحظ هنا أن الموقف موقف عظمة وجلال، موقف هيبة وخضوع وخشوع، لكن الله عز وجل في ذا هذا الموقف الرهيب ذكرنا باسمه الرحمن، رب السماوات والأرض وما بينهما. لو أراد الله أن يتابع في العظمة لقال الجبار، لا يملكون منه خطابا، لأن الموقف يقتضي مقام هيبة، مقام عظمة، مقام كبرياء، مقام تفرد، لكنه سبحانه أراد أن يذكرنا أن رحمته تسبق غضبه، وأن رحمته غلبت غضبه حتى في ذلك الموقف ودائما. نتذكر قوله تعالى في سورة مريم: وخشعت الأصوات للرحمن، أيوة، فلا تسمعوا إلا همسا. أيضا بحسب السياق المناسب أن يقول وخشعت الرحمن، وخشعت الأصوات للعزيز للجبار، لكنه أراد أن يذكرنا برحمته: وخشعت الأصوات للرحمن. لا تيأس من رحمة الله، هو الرحمن في الدنيا، هو الرحمن في الآخرة، هو الرحمن يوم تقوم الملائكة والروح صفا، هو الرحمن يوم تخشع الأصوات له. شوف هذا الكلام، كل كلمة في القرآن لها دقة ولها حكمة في مجيئها في هذا المكان. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم ومسند أحمد وغيرهم: لا يتكلم يومئذ إلا الرسل، يلي هن أشرف الخلق، يلي هن معصومين عن المعاصي والذنوب والخطايا، وكلامهم يومئذ اللهم سلم سلم. هذا في الحديث. هنا يقول: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. الروح، الإمام الطبري جاء بثمانية معاني لها، لا داعي لذكرها كلها. الذي عليه الجمهور وهو الأرجح والله أعلم، الروح هو سيدنا جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين، وهو بالإجماع المبلغ عن الله عز وجل لرسله. إذن يوم يقوم الملائكة والروح، من العجيب المذهل والملفت للنظر أن هناك من قال الروح أنه إيش؟ أنه القرآن الكريم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ووجه المناسبة أن الملائكة قاموا، الذين منهم من سجل علينا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقام القرآن الذي بحسب ما فيه سيحاسب الخلق يوم القيامة. هذا وجه. لكن ابن كثير رحمه الله قال: الروح هو خلق من خلق الله، ربما يكون بني آدم ذات. يوم يقوم الملائكة والروح، يعني الملائكة والناس، صفا صفوف، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال وصواب. ومنهم من قال أن الروح نوع من الملائكة، هم أعظم وأضخم وأقوى الملائكة. أقوال كثيرة، نحن نكتفي بالإشارة إلى بعضها أو الراجح منها. الملفت للنظر أن ابن جرير الطبري شيخ المفسرين توقف ولم يرجح بين المعاني. إمام ابن كثير هنا يقول: والأشبه والله أعلم أنهم بنو آدم، لأنهم المعنيون والمقصودون بيوم القيامة. نعم. فتصور يا أخي،
يوم يقوم الروح والملائكة صفا، إن قلنا الروح هو سيدنا جبريل أو نوع من أنواع الملائكة، مع الملائكة يقومون صفا لا يتكلمون، مع أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هذا النوع من الخلق الذي لا معصية له لا يتكلم، فكيف بالخلق الذين رتعوا في المعاصي؟ إن كان هذا حال المطهرين لا يتكلمون فكيف؟ لذلك جاء الحديث في البخاري ومسلم: لا يتكلم يومئذ، أي من الخلق، إلا الرسل، وكلامهم يومئذ اللهم سلم اللهم اللهم سلم، يدعون لأنفسهم ولأتباعهم. نعم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة حق، لكن الشفاعة مقيدة، لا تعمل إلا إذا أذن الله لصاحبها بالشفاعة، وإلا إذا أذن لمن يشفع فيهم أن يشفع فيهم. هل يمنع الشفعاء يوم القيامة من الشفاعة لأنواع من الخلق؟ نعم، كما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آذر يوم القيامة. أباه آذر اللي في الدنيا قال له: لأرجمنك واهجرني مليا. يلقاه فيقول: يا إبراهيم، هذا يوم ينفع الولد والده أو الولد أباه. طبعا نحن لابد أن نشير بأن قضية أن آذر هو أبو إبراهيم يعني والده، هذه مسألة فيها خلاف. لماذا نقول فيها خلاف؟ لأن لما ذكر آذر ذكرت كلمة أبيه، صح؟ ثم بيّن الله عز وجل أن إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه كافرا تبرأ منه، لكنه ورد في الآيات التي تتحدث عن بناء الكعبة المشرفة والتي كانت في أواخر حياة إبراهيم عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي. لو كان أبوه آذر والده الحقيقي الصلبي لما جاز له أن يدعو له بالمغفرة. هذا جواب من القرآن، اترك الأحاديث واترك الاجتهادات مع عظيم قدرها. القرآن يقول عن إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي، وهو ذاته يقول: تبرأ منه. إذن آذر غالبا ليس والده الصلبي، مع أنه هذا ليست مسألتنا اليوم، لأن العرب تقول عن العم المربي أب، لكنها لا تقول عن أي أحد والد إلا لمن ولد. فلما قال: رب اغفر لي ولوالدي، إذن آذر ليس هو الذي ولده، وإنما أباه أي عمه المربي أو جده، لأن الأب أب والعم أب والجد أب، والله أعلم. فيلقى آذر إبراهيم فيطلب منه الشفاعة، فقبل أن يتكلم إبراهيم يقال له: انظر إلى أسفل منك، فينظر فإذا قد حول آذر مسخا بذيخا أي مذبوحا، ثم سحب إلى النار. فإذا كان هذا المقرب جدا من إبراهيم، منع إبراهيم خليل الرحمن من أن يشفع له، إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. حتى من أذن له الرحمن إن قال غير الصواب وشفع لمن لا ينبغي أن يشفع له لم يقبل منه. فلا أحد يتصور أنه يفعل ما يشاء ويترك الصلاة ويأكل حقوق الناس ويرتشي ويكذب ويغش ويخون ثم يقول: لك سيشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ضحك على اللحى، هذا خداع للنفس،
لو كانت الموضوع انه افعل ما شئت وسيشفع لك رسول الله، اذا لماذا انزلت الحلال والحرام؟ انزلت الحلال والحرام لتتمسك بها، لتؤدي حقها، تمتنع عن الحرام وتلتزم بالحلال. لكن ان فرطت منك نقص هنا، خطأ هنا، معصية هنا لم تنتبه إليها، يغفرها الله لك مباشرة أو بشفاعة الشفعاء. أما أن تتصور تفعل ما شئت، مثل ما بعض الكبار منا يقول لك وأبو فاطنة وين؟ أبو فاطنة موجود على الحوض المورود، يشفع لمن أذن الله له أن يشفع فيه. وهو صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح: ليزادن أقوام يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البعير الأجرب، يعني يطردون طرد مع الإهانة، انقلع امشي. فأقول يا رب أمتي أمتي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، فيقول إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. كانوا عايشين الجماعة عم يقولوا لا إله إلا الله، لكن عايشين على كيفهم مش على الشرع. بعدين الآن يا محمد اشفع لنا، هو الذي قال لنا في الحديث الصحيح: لا يأتيني أحدكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عنقه جمل أو بعير له رغاء، يعني سارق من أموال الأمة بعير، ثم يقول لي: يا محمد يا محمد اشفع لي. فأقول: لا، لقد بلغتك، أنا قلت لك لا ترتشي، لا تسرق من أموال الأمة. لماذا سرقت؟ طبعا ذكر رسول الله البعير له رغاء، والبقرة لها خوار، والشاة لها صغاء، لكن ما في داعي رسول الله يذكر لنا كل الحاجات. لكن أنت افهم، يعني يأتي وزير يوم القيامة قد سرق من أموال الأمة 10 لاند كروزر موديل 2022، والله سيأتي يحملها على عنقه، ومهما صرخ: يا محمد اشفع لي، يا محمد اشفع لي، قد بلغتك. انت ما بتفهم ولا شنو؟ ما بلغتك انا ما تأكل الحرام، تأكل الحرام ثم تقول يا محمد اشفع لي. هؤلاء يزادون عن الحوض كما يزاد البعير الأجرب. اذا هذه القضية يا اخواننا بننتبه لها، لا يتكلمون، لأن هناك من قال كلمة لا يتكلمون أي لا يشفعون، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني أذن له الرحمن بالشفاعة، كأن يكون نبي، كأن يكون عالم، كأن يكون شهيد، كأن يكون حافظ قرآن، وكل هذا ورد فيه أحاديث للشفاعة. وقال صوابا أي شفع لمن أذن الله أن يشفع له، لأنه إذا كانت فيه قرابة كبيرة بينه وبينه وأراد أن يشفع لمن لا يريد الله أن يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يقبل منه، لا يقبل منه. وإذا أراد أن يشفع، آه يا أخوانا، آه كم الإسلام مظلوم بين أعدائه وكثير من أتباعه الذين يفهمونه بشكل خاطئ. أليس كلنا نتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أظن حتى الأولاد الصغار في المدارس يحفظونه. قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، ما معه قروش وما عنده ممتلكات، لا منقولة ولا غير منقولة، هذا اسمه شنو؟ مفلس. طيب، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وقذف عرض هذا وأكل مال هذا. الرجل ماشي على كيفه، مو على الشرع، اتخذ الدين طقوس يؤديها وليس سلوك يعيش به بين الناس، يعني صلاة بيصلي. ما نحن حالنا الآن إذا نودي للصلاة الحمد لله المساجد كلها ممتلئة، لكن لماذا كل أسواقنا معظمها فيها غش وكذب؟ أليس هؤلاء الذين يصلون هم الذين يقومون هناك في الأسواق؟ والله شيء عجيب يا أخواننا.
أليس هذا المصلي هو الذي يأكل الربا هناك في السوق ثم يأتيه فيقول الله أكبر؟ والله هو يقول بلسانه الله أكبر، لكن حقيقة يقول لجنيه أكبر، من أجل الجنيه أرتكب المعصية وأخالف ربي كحقيقة، لكن يأتي هنا باللسان يقول الله أكبر. قارن بين فعاله ومقاله، وإذا المقال مع الفعال وزنته رجح الفعال وخف كل مقال. أقول أخواننا المصريين، أسمع كلامك تعجبني، أشوف أفعالك أتعجب. هذه الأفعال القبيحة هي لذات الرجل الذي يتكلم هالكلام السمح ده؟ وأنا لا أبرئ نفسي، الله يغفر لي ويغفر الكل. نتكلم كلام جميل، لكن عند المعاملة أرني إيمانك عند الدرهم والدينار، أرني إيمانك عند التوقف عن محارم الله والورع، أرني إيمانك عند الكف عن أعراض الناس بالغيبة والنميمة والإشاعات. لذلك سيدنا عمر قال لا تنظروا إلى طنطنة الرجل في المسجد، كلامه السمح زيي أو كلامه في القرآن، يقرأ القرآن كثيرا، لكن من كف عن أعراض الناس وتورع عن محارم الله فذلك هو الرجل، هذا المؤمن الحقيقي. أما الطقوس، المنافقون على عهد رسول الله كانوا يصلون لا ولا يأتون الصلاة إلا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولا يأتون البأس إلا قليلا، حتى يحضروا الجهاد يا رجل عم يجاهدوا، لكن يعني قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني عم يصلوا، لكن هذه الصلاة تقبل منهم؟ يقولون لا إله إلا الله، هذه الكلمة تنجيهم؟ منافقون. فتصور يا رجل، لذلك سيدنا عمر قال لك لا تنظر إلى طنطنة الرجل وتنميق الكلام. قال الله قال رسول. هلا شوف مثلا كثيرين منا بيقعد بيقول لك والله يا أخي نحن ما منحب بعضنا البعض، ما هو نفسه قاطع رحم، صح؟ ما منحب بعضنا البعض، هو نفسه يؤذي جاره، نحن ما منحب بعضنا البعض. طيب ما أنت قبل ما تنظر روح افعل. أما المقال في وادي والأفعال، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا. أصلا المقت هو شدة الغضب، وكبر مقدا أي اشتد غضب الله جدا 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 على من يتلبس بالدين كما قال ويفعل خلاف ما يقول، ثم ترجو أن يشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال عن اليهود ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني تدخلوا الحق في الباطل حتى يشتبه على الناس أيها حق وأيها باطل. أدخلت فعال المنافقين مع صلاة المؤمنين حتى أصبحنا ننظر إلى الرجل لا ندري أمؤمن هذا أم منافق. تجده في الصلاة في الصف الأول يحافظ على الجماعة، تجده في متجره يكذب، والمؤمن لا يكذب. دي أصلية أصلية 100% جبان جبان، تنظر إليها تجدها مو جبان، وهو يعلم أنها مو جبان ويكذب. أحد التجار الصينيين اللادينيين قال عجيب أمر هؤلاء التجار المسلمين الذين يأتون إلينا فيطلبون منا أن نصنع لهم ماركات معينة، ويقول لنا اكتب عليها made in Germany. made in إيش؟ made in UK United Kingdom، يعني المملكة المتحدة بريطانيا. made in France إيطالي. أقول كما تشاءون، هو ما عنده قانون ودين ومبدأ، تدفع
أعطيك بمقدار ما تدفع. قال: ثم عندما أدعوهم على الغداء يقولون لي: نأسف، نحن لا نأكل الحرام. هذا الصيني تعجب، ليش يعني اكتب لنا ميد إن جيرماني، هذا مو حرام؟ هذا يجوز لأنه في قروش. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، لكن الجماعة محافظين ما يأكلون الحرام. لكن هذا الذي تأكله إيش؟ هذا أكل لأموال الناس بالباطل، ميد إن جيرماني وميد إن مش هو مصنوع وين؟ لكن كمان الحمد لله إذا مصنوع بالصين، أحيانا بيكون مصنوع حتى مو بالصين، يمكن بورشة هنا بالكلاكلة ولا مش عارف إيش، إن شاء الله يصير عندنا قدرة بالكلاكلة إنه نصنع صناعات ومش عارف إيش. هذه كنا نراها نحن في سوريا، يكون صنع مدينة حلب ويكتبوا لك عليها ميد إن ويست جيرماني، أيام ما كان في ألمانيا الغربية والشرقية بالوحدة، مو ألمانيا بس، ويست جيرماني، ألمانيا الغربية. العظمة، العظمة لله، وهي مشغولة بلبنان بورشات غير نظامية غير مطابقة للمواصفات أو بحلب. طبعا نحن نذكر هذه الأسماء فقط للتأكيد على أنه حقيقة وليست شائعات. ثم إذا جلسوا على الطعام حلال آكل، إذا حرام لا أكل. وهذاك شو؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أشو القضية؟ اختيار، مرة تكون عبد لله ومرة تكون ند لله، أنت تقرر، مش تخضع لما أمر به الله. مثل هؤلاء المخلطون، الله يتوب علينا وعليهم. امشي عدل، إذا قصرت بك أعمالك جاءت رحمة الله ومعها شفاعة رسول الله وشفاعة الشفعاء. أما أنت تقرر أنك لا تريد أن تفعل شيء وخلاص يشفع لنا رسول الله، ستفاجأ يوم القيامة بمفاجأة عجيبة جدا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، كما قال تعالى في سورة أخرى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. نعم، وقال صوابا أي شفع حسب ميزان وقوانين الشفاعة التي وضعها الله عز وجل. ذلك اليوم الحق، أي هذا اليوم الذي حدثناكم عنه. وذلك عائد لوين؟ وقبلها يوم يقوم الروح عائد لوين؟ عائد إلى إن يوم الفصل كان ميقاتا في نفس السورة. يوم الفصل الذي يفصل الله أن يحكم فيه بين الخلائق، وعندما يحكم يفصل بينهم وكنتم أزواجا ثلاثة، فهو يوم الفصل يوم الحكم. فإذا تم الحكم فصل بينهم، فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون الأولون. وبعد ذلك صفي قسمين: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ثم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جهنم. هذا هو الفصل. فهنا أعاد على ذلك اليوم فقال يوم، أي يوم الفصل، يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا منظمين، وجاء ربك والملك صفا صفا. الإسلام دين النظام، والمسلمون بمعظمهم اليوم كلهم لا نظام، لك حتى بطابور العيش يا رجل، إذا كان في طابور واحد ليه؟ ما نحن في ديننا الصلاة، استووا استووا وتحاذوا، وقف وقفة عسكرية كده، كتفك بكتف اللي جارك، لا متقدم ولا متأخر، كل ذلك لنتعلم النظام. لكننا نعيش بغير نظام في هذه الحال. يوم القيامة يا رجل، وجاء ربك والملك استعراض، يعني لا يجوز أن نقول ربما استعراض عسكري، فهو أعظم وأرقى، واستعراض رباني لجنوده وعظيم قدرته
وكثرة جنده وما يعلم جنود ربك إلا هو. صفا صفا نحن كيف؟ يا سلام، تلاقي الصف الأول واحد منتظر، واحد قدام، واحد مايل كده، واحد. يا معشر المسلمين، ديننا دين النظام، فهل نحن منظمون؟ ديننا دين العلم، فهل نحن متعلمون؟ أول كلمة من ديننا اقرأ، فهل نحن من القارئين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يوم أنو، إن يوم الفصل الذي سبق بيانه، ذلك اليوم الحق، ما أقوله لكم وما سيحدث فيه حق لا ريب فيه، ليس شك ولا ظن، حق يقين. أنا أحدثكم عنه مع أنه لم يأتي، لكنه كأنه أتى، فانتبهوا، أعدوا له العدة. لما يجيك واحد قبل ما تدخل على بلد معينة يقول لك يا أخي في المطار سيسألونك عن كذا وكذا وكذا، فأجب بكذا وكذا وكذا، بعد المطار ستذهب إلى دائرة الجنسية أو شؤون الأجانب، صح؟ يسألونك عن كذا وكذا، فأجب بكذا وكذا، وضح لك الأمر كله وأعطاك خارطة الطريق، مع أنه تم لم يتم، لكنه سيأتي، لأنك ذاهب إلى ذاك البلد، أخذت تأشيرة دخول فيزا، فهو يسهل عليك الأمر فيقول لك ماذا سيحدث معك لتأخذ أهبتك وتستعد. وربنا ولله المثل الأعلى، يريد منا أن لا نهلك، فوضح لنا كل شيء وقال لنا ذلك اليوم الحق، ما حدثتكم عنه وماذا يحدث، إن جهنم كانت مرصادا وإن للمتقين مفازا، ذلك اليوم الحق. أنا هذا ما فعلته رحمة بكم، ولكن تركت الأمر لمشيئتكم، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. قال في سورة الكهف وقل الحق من ربكم فمن شاء ومن شاء إذن وضح لنا الحق، وهذا طريقه، وهذا طريق الجنة، هذا طريق النار، لكنه ترك المشيئة إلينا لحتى نكون مسؤولين عن أعمالنا ويحاسبنا عليها بعد ذلك، إن شرا فشر وإن خيرا فخير. لذلك قال هنا أيضا مؤكدا على تلك المعاني التي سبقت في السور التي مرت قبل جزء عما، قبل سورة عما، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. شوف هذه الكلمة، أي مرجعا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه يوصله إلى رضاء الله. وما لم يذكر ألا بسورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ذكر الجهتين، هنا ذكر جهة واحدة وأشار إلى الجهة الثانية، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إذن فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ومن شاء فليسلك الطريق المخالف، لكن إنا أنذرناكم عذابا قريبا. هناك شو قال في سورة الكهف؟ ماذا قال؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا. هون إنا أنذرناكم بين أن في فريقين، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي تمسك بالطريق الذي يوصله إلى رضاء الله، وثبت عليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، وفي رواية ولا تكثر علي حتى أحفظ، قال قل آمنت بالله ثم استقم. الموضوع والله سهل، وما كلفنا الله ما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما في قدرتها. صحيح بعض التكاليف فيها مشقة، الحج ما في مشقة، لكن مشقة محتملة، الالتزام بخمس صلوات في مشقة لكن مشقة محتملة. ما أنت عم تأخذ الجنة ثمنا لشنو؟ لإيمانك بالغيب ولتنفيذك أوامر الله وابتعادك عن
نواهيه واجتنابك لمحارمه، وإلا عشو تستحق الجنة يعني؟ ثم بعد ذلك يأتي من لا يريد أن يدفع الثمن ويريد أن يأخذ السلعة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا وإن سلعة الله غالية. ولا رخيصة يلي بيجي بيقول لك إنه خلاص أنت أفعل ما شئت وبكرة ربك فوتك الجنة، معناته أنت مسترخص الجنة. ورسول الله عم يقول لك لا، ما رخيصة يا أخي. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بالله إذا كنت أنت معك قروش، واضح يعني حاطط بجيبك قروش كثيرة، طبعا هذه معظمها أوراق، حاطط بجيبك قروش كثيرة وحامل شنطة فيها كل دولارات وعم تفتحها تريها للناس، ثم جئت إلى بائع الدجاج مثلا: أعطيني الدجاج دي مجانا يا شيخ. يقول لك أنت مجنون لشنو؟ أنا فاتح المحل دي مشان أعطي مجانا؟ والله لو كنت فقير ربما أعطيك، لكن مليان قروش قادر على العمل، لماذا لم تعمل؟ أما عملت وأخذت قروش، لكن أنا إلي بالذات لا تريد تعطيني؟ أمش أمش، هذا استهزاء بالله. يا ربي أنا لا أريد أن أصلي، لكن تدخلني الجنة، أنت رحمن رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وربنا قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يا رب أنا أصلي متى شئت لو خرج الوقت، تدخلني الجنة؟ طب ما أنا قلت لك: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذه استهزاء بالله. لا لا لا، أنا سأكون ساهون من الساهين عن صلاتي، لكن تدخلني؟ ها أنت رحمن، أتستهزئ بربك يا رجل؟ بعض الناس يقول لك: حسن ظنك بالله. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنها موقوفة على الحسن البصري، قال: من الناس من يسيئون العمل ويقولون نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أنت تؤدي أمر الله وتحسن الظن أن الله سيرحمك، أما لا تؤدي وتقول سيرحمني الله، هذه مشكلة سوء الفهم عند كثير من المسلمين. ذلك اليوم الحق، فمن شاء. أنا لن أكرهكم على شيء، أنا لو أريد أن أكرهكم لجعلتكم كلكم مؤمنين ولا يستطيع أحد أن يكفر، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم سيؤمنوا لو أراد الله، لكن الله ما أراد، أراد أن يترك المشيئة إليهم، لكنه رحمهم فبين لهم الحق وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليطبقوا شرعه. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. من فترة بسيطة كنت عم راجع سورة غافر للإمام الله يجزيه الخير، قرأ لنا منها في الركعة الثانية. شو قرأ بالركعة الأولى؟ والله أنا جئت متأخرا. يا لطيف، ما حدا عرفان شو قرأ بالركعة الأولى. بالركعة الثانية الحمد لله من سورة غافر: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. نحن دعوناكم إلى الإيمان فكفرتم. ربنا عم يحكي مع الكفار. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ لا، ما في. في آية أخرى: إنكم ماكثون. في آية أخرى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أنا أنذرتكم وأنتم لم تريدوا. شوفوا يا أخواننا، معلش نرجع كم آية لورا بسورة غافر. قال: الذين يحملون العرش ومن حوله. شو بيعملوا هذول؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هلأ قد واحد يوقف هون للذين آمنوا يقول لك: والله أنا من الذين آمنوا، حملة العرش يستغفرون لي. يا رجل أكمل الآية: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إذن فسر كلمة الذين آمنوا: الذين كلما أذنبوا تابوا وعادوا إلى سبيل الله وقهم عذاب الجحيم. إذن هدول الذي يستغفر لهم ملائكة، هدول الذين إن قصروا يشفع لهم الشفعاء.
إذن فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. مآبا ليشير لنا الله هنا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يستقيم استقامة كاملة، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. التوابون هم الذين آبوا إلى الله، عادوا إليه، كلما أذنبوا عادوا إليه تائبين. هي فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وهذا هو منهجه، يعني كلما أذنب عاد فتاب، كلما أخطأ عاد فأصلح، كلما شرد عاد إلى الطريق. فهذا خلاص التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بالعكس، فأولئك يبدل الله في بعض التوبة إذا وصلت إلى حدها الأعلى، ليس فقط غفر الله ذنبك، بل يبدل أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، هذا هو المنهج، هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى الجنة. استقيموا ولن تحصوا، سددوا وقاربوا، يعني اجتهد أن تكون بلا معاصي ولا أخطاء، لكن لن تستطيع. إذن كلما أذنبت عد إلى الله تائبا، انتهى الموضوع. يعني لا نستطيع أن نكون كالرسل بحسب الابتداء، لكن نستطيع أن نكون كالرسل بحسب الاختتام، يعني أن لا نعصي، هذه للرسل وقد ختمت النبوات، لكن أن نأتي بلا معصية هذا ممكن، أنه كلما أذنبنا تبنى. لكن في ملحوظة صغيرة، التوبة يجب أن تكون مساوية للذنب أو أكبر منه، أما إذا كانت أقل منه فهنا تأتي الشفاعة. هذا أذنب وتاب لكن توبته ليست كافية، مو تجاهر بالمعصية وتمرد على الله وأصر واستكبر، لا، تاب لكن توبته لم تكن. يعني اللي بيشتغل ترزي، إذا جئت له أنا بثوب فيه خرق، إذا أراد أن يضع الرقعة يضع الرقعة مساوية أو أكبر، صح؟ وإلا يبقى الثوب مخروقا. وكذلك أنت خرقت ثوب التقوى ولباس التقوى ذلك خير، خرقته بمعصية، إذن رقعه بالتوبة، لكن هذه التوبة يجب أن تكون مساوية أو تزيد، وإلا في مشكلة. لذلك ورد ببعض الروايات المؤمن واهن راقع، يعني قضي حياته كلها بيذنب قليلا يتوب كثيرا. فالسعيد من مات على رقعه، قبل ما يجيك الموت بتكون تائب توبة مغطي كل الخروقات، تصل إلى الله عز وجل سالما إلى الجنة. عشو بده يحاسبك؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب، حاسبت نفسك أنت وتبت إلى الله واستغفرت. بل إنه ورد أن المؤمن يذنب مرة فمن هذه المرة يتوب 100 مرة، لأنه لا يعلم الغيب هل غفر الله له أم لم يغفر، فكلما تذكر ذنبه الماضي جدد له استغفارا وتوبة. فأذنب مرة تاب 100 مرة، يعني شلون بيصلي يوم القيامة؟ مغسول خالص، ما في داعي يتطهر من ذنوبه في النار، ما تطهر من ذنوبه في الدنيا بالتوبة. شيخ الإمام الغزالي رحمه الله، رحمهم الله جميعا، كان يعمل في صناعة الأحذية، يعني بيسموه سكافي في ذلك الوقت. قال فلما دل الإمام الغزالي على شيخه ليسلك على يديه، والإمام الغزالي كان مدير المدرسة النظامية اللي مثل شيخ الأزهر الآن، أعظم مدرسة عند أهل السنة والجماعة، يعني ليس فوق علمه علم في ذلك الوقت بحسب الظاهر. قال فلما دخل، تصور يعني شيخ الأزهر داخل بده يتعلم من شيخ شو وظيفته، اسكافي. قال فجعل الغزالي يلملم ثيابه حتى لا يصيبه إيش، يعني من أوساخ هذه الأحذية، لأنه الاسكافي شو بيكون حوله، أحذية. قال فنظر إليه شيخه وابتسم وقال يا محمد، نجاسة القلب لا نجاسة الثوب، يعني أنت يدير بالك ما يتنجس قلبك، فنجاسة الثوب تغسل بالماء، ونجاسة القلب لا تغسل إلا بالتوبة أو بنار جهنم.
انت جميل تكون حافظ على ثوبك شو نظيف، لكن الاجمل من ذلك ان تحافظ على شو؟ ان الله يحب توابين ويحب المتطهرين. المتطهرين للظاهر الجسد واللباس، لكن قدم محبته لمين؟ توابين، يلي عم ينظفوا قلب وروح. ومحل نظر الرب الى العبد قلبه. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم، لكن ينظر الى، فنتجمل للناس بنظافة ثيابنا ولا نتجمل الى الله بتطهير قلوبنا. ان الله يحب التوابين الذين ينظفون النجاسات اذا علقت بارواحهم وابداء وقلوبهم، ويحب المتطهرين. هو يريد منك نظافة الظاهر ونظافة الباطن. اما ان تجمل ظاهرك للناس وباطنك مملوء بالحسد والغيبة والحقد يا رجل، نجاسة القلب لا نجاسة الثوب، يعني هي الأهم. فنجاسة الثوب تغسل بالماء. والله لو واحد تنجس ثوبه بالحفرة الفنية اللي بنقول عنها السيفون وكذا، تغسل أم لا تغسل؟ يا سيدي بتعذبه شوي، بيحط له شوية تايد سعودي مو مصري، بيجوز يستهلك له يعني نصف عبوة، لكن بالأخير تنظفت. أما نجاسة القلب وخرج بها إلى يوم القيامة من غير توبة، هنا المشكلة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. قريبا علماءنا قالوا لأن كل ما هو آت قريب، لكن هذه القريب قضية نسبية. يعني معلش سامحوني، لو أن نملة تكلمت، فسألتها عن أبيها، أين أبيك؟ قالت هو قريب مني. قريب على هوى النملة قديش يعني؟ سنتي سنتيين، صح؟ وإذا الفيل سألته لو أنه ينطق، أين أمك؟ قريبا مني، يعني قريب كيلو 2 كيلو البركة. وإذا الإنسان قلت له أخوك وين؟ إلا قريب. وإذا رب العزة قال إن أنذرناكم عذابا قريبا، كما قال في سورة المعارج إنهم يرونه بعيدا بالنسبة لهم، لأن أعمارهم 60 سنة، ونراه كأنه قد وقع. فيمكن أن تقول كل ما هو آتي قريب، يعني الموت قريب منا كلنا، لأن كل نفس ذائقة الموت. يلي لا يريد أن يموت يرفع يده يقول لي أنا لن أموت. الوزير سيموت والأمير سيموت والفقير سيموت والغني. سبحان الله، الزلازل التي حدثت هل فرقت بين غني وفقير، بين أمير ومأمور، بين صحيح ومريض؟ ثواني كلهم صاروا تحت، لم تفرق. والموت لا يفرق، والموت سيأتي. إذن كل آت قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. قريب كما قلنا الموضوع نسبي. رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 1444 سنة تاريخ الهجرة قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وفي رواية بعثت في نفس الساعة، يعني الساعة تتنفس، يوشك أن تقوم. شبهها بالإنسان النايم أو المريض، بدأ طالما عمل هيك معناتها سيستيقظ، إذا قام خربت الدنيا. قال بعثت في نفس الساعة، ومع ذلك قد صرنا هلأ 1400. هذه عند الله ليست بشيء، لكن عندنا ياه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يا أخواننا قريبا جدا سنجتمع يوم القيامة، مثل ما اجتمعنا هو، وإن شاء الله قريبا جدا نجتمع كلنا بالجنة. إذا اجتمعنا ذكروني أدعوكم جميعا إلى نهر الخمر تبعي في الجنة، سأسقيكم الخمر وأنتم برضو سقوني، يعني لأن ما رب العزة قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها ما نهر. كل واحد منا له أنهار، مو كباية من ماء غير آسن.
وأنهار من لبن لم يتغير، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر. شوف المشايخ عم يعزموا على خمر، لكن مو بتاع الدنيا، دخيلك واحد يقص ويقطع قصد عليك، وإنما بتاع هناك. إن شاء الله الله عز وجل يجعلنا جميعا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين إن شاء الله. طبعا هذا حسن ظننا بالله، لأن اجتمعنا في بيته فيما قال عنه رسول الله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، مجالس العلم والذكر. رتعنا، فمن رتع في مجالس في رياض الجنة في الدنيا إن شاء الله سيرتع هناك إن شاء الله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان، هلأ قيل أن المرء هنا هو المؤمن، وفيها وجه صواب، لأن المؤمن بعد أن ينظر ما قدمت يداه يشتد فرحه فيقول: ها أمقرأ كتابي. يا سلام، من أهل الجنة نجوت. هذه الفرحة العظمى، هذه الفرحة العظمى: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة في جنة عالية. شوف الفرحة. بينما الثاني: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت قاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. هذا جاء به الله هنا مختصرا: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ينظر المرء أنه المؤمن ما قدمت يداه، ثم يفرح ويعرضه على الجميع: ها أمقرأ. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال هذا الكافر، بعضهم قال أنه إبليس، وهذا معنى وجيه، لأن إبليس لماذا رفض أن لماذا طرد من الجنة؟ لأنه رفض أن يسجد لآدم، وقال: خلقته، خلقتني من نار وخلقته. قال: فهذا الكافر إبليس يتمنى لو أنه خلق من طين كآدم ومشى على نفس المنهج وعاد وكان مآله الجنة. هذا أحد التفسيرات. وإبليس كافر ولا لا؟ كافر. والتفسير الأرجح أن الله عز وجل قبل حساب الخلائق، والخلائق كل ينظرون، يبعث الله البهائم كلها التي كانت في الدنيا، دي عددها يا ساتر، ويبدأ بحساب الخلائق، بحساب الدواب والبهائم، مع أنه ما مكلفين. لذلك جاء في حديث للإمام مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. والله ما حدا هيفوت على الجنة ليعطي كل إنسان ظلمه حقه يوم القيامة. في الدنيا عدل الله نسبي، يعني كثيرا ما يعاقب الله ظالم ليجعله في الدنيا عبرة لغيره، لكن ما كل الظالمين يعاقبون. أما في الآخرة فعدل الله مطلق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد، وفي رواية: يقتص للشاة جلحاء من الشاة القرناء. الشاة محاسبة؟ ما محاسبة، ما من أهل التكليف، لكن رب العزة بيعمل لهم إياها مثال. لذلك المؤمن بيقول: أي إذا هيك العدل سيقام بين البهائم، إذن كيف سيقام العدل بيننا نحن البشر المكلفين؟ فيأتي الله بالشاة القرناء اللي لها قرون، واللي نطحت شاة جلحاء ليس لها قرون، فيعطي قرون هذه لهذه ويقول لها: انطحيها كما نطحتك في الدنيا، فتنطحها، ثم يقول الله لهم: كونوا ترابا. فيقول الكافر: يا ليتني كنت حيوانا أرد إلى التراب ولا أدخل إلى جهنم والنار. هذا هو المعنى الأرجح: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه المؤمن. وقيل الكل، طيب، لكن المؤمن يفرح، أما الكافر ويقول الكافر يا ليتني
كنت ترابا، فعلى هذا المعنى أو على هذا المعنى فيوم القيامة هو يوم الحسرة للكفار والملحدين والفاسقين والفاجرين، وهو يوم الفوز الأعظم والجائزة الكبرى للمؤمنين والمتقين، هو يوم واحد. إن جهنم كانت مرصادة في ذلك اليوم، وإن للمتقين مفازة في ذات اليوم. جاء في مسند الإمام أحمد، ونحن حكينا حديث المفلس، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. جاء في مسند الإمام أحمد: الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا، يلي بيطلع اسمه في ذلك الديوان على جهنم فورا دايركت، وهو ديوان الشرك بالله، ثم تلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وديوان لا يعبأ الله به، إن شاء أخذ به وإن شاء عفى عنه، وهو ظلم العباد بعضهم، وهو ظلم العباد فيما بينهم وبين ربهم، من صلاة تركوها أو صيام تركوه. يعني أنا مجتهد بالصلاة لكن أخطأت أو نسيت صلاتين ثلاثة أربعة، هذا أمره لمن؟ لله، وهذا حق الله، وحقوق الله أقرب إلى المسامحة لأن رحمتي غلبت غضبي. قال: وديوان لا يترك الله منه شيئا، القصاص لا محالة، ظلم العباد بعضهم لبعض. والله هنيك بدك ما تتلحلح على الجنة أو على النار لتعطي الحق لأهل الحق. لذلك جاء في حديث آخر صحيح: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم أو الآن قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. عملة صعبة دي، العملة النهائية. يعني لما يجي واحد: يا ربي هذا شتمني، ايه خذ منه 10,000 حسنة، اي وانا انظر الى الحسنات بتاعتي عم ينقص، ما عم ياخذ حقه. اجى الثاني: يا رب ضربني ظلما، خذ منه 100,000 حسنة، وانا انظر الى حسناتي كيف تتناقص ثم اختفت، ولا زال هناك اناس يقولون: يا رب حقي من فلان. فياتي اول واحد بعد ما انتهى الحسنة: يا ربي لا يوجد حسنات. قال له: ضع عليه من سيئاتك. يا سلام، هاي 100,000 سيئة خذها، الله لا يقيمك. بعد أن كانت جبال حسنات أصبحت جبال سيئات، ثم طرح في النار. يا أخواننا انتبهوا، القصاص لابد منه يوم القيامة بين الشاة الجلحاء والقرناء، فما بالك بين بني آدم الذين كلفهم الله. اللهم اجعلنا جميعا يومها من الفائزين، من المتقين، بل اجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.